أشكر جودة الأخ الدكتور المهندس مصطفى مدبولي وفريق الوزاري على هذه الحفاوة وعلى استقبال فريقنا لتدريب الوزاري وأيضا القطاع الخاص الممثل دكتور عمر بزاز رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، معالي السادة الوزراء من المملكة حكومة المملكة الأردنية، زملائي السادة الوزراء من مصر، حضرات السيدات والسادة الحضور، سمحولي في البداية مصر أو على العكس الاستثمار المصري في الأردن، ويمكن كان هناك وعد من الجانبين سواء الجانب الأردني أو المصري في وضع يعني خطة تنفيذية لحل هذه المشاكل بصورة يعني عاجلة جدا وفورية. يمكن سمحولي الجانب الأردني أثار مشكلة في مصر اللي سمح لها لدخول الاسواق المصريه. احنا بالفعل خدنا قرار بوضع يعني ميزه تفضيليه للشركات الاردنيه بحيث يكون يعني تسجيلها لا يتجاوز الاسبوعين، ولكن ايضا ما زال هناك بعض العوائق البيروقراطيه اللي انا وعدت شخصيا بالتدخل مع زملائي لوضع حلول فوريه لها.